السلام عليكم، معكم زكريا إنداوي 32 سنة، مخرج ديال المسرحية سينوفاك اللي كتناول موضوع ديال كورونا طبعا والمشاكل اللي عانينا من كورونا والاحترازات وكذا، واحد طابع كوميدي يعني الكوميديا السوداء. والحمد لله كنبغي نشكر الأعضاء اللي كانوا معايا، الإخوان رضا عامر، أمين تحميديت، شرف مشيماش، حمزة المودني، على المجهودات اللي قدموا. والحمد لله العرض داز طوب وعجب الناس ولقى واحد الاقبال كبير والمزيد من التالق ان شاء الله لهذه المدينه المنسيه ان شاء الله. هذا ميساج للناس اللي كيقولوا اسفين ما فيش الفن، كل شيء حنا كنديروا يعني الاخراج، السينوغرافيا، الكتابه، التاليف، يعني كل شيء كنديروا حنا. هذا يعني واحد المنتوج خالص ديال مدينه اسفي، وليدات مدينه اسفي، غير خاصهم غير الفرصه يعني يقدروا ينافسوا ناس يعني في مستوى عالي. السبب هو السنين ديال العمل ديالنا، لان هاد الناس يعرفونا الحمد لله وشاركنا خارج اسفي، يعني ولاو تعرفونا وتعرفوا علينا وعرفوا الطريقه ديال الخدمه ديالنا، وداكشي علاش هما يعني الجمهور راه تيعرف وتيفهم. كلمه للجمهور، شكرا للحضور ديالكم، شكرا للتشجيع ديالكم، وكنتمنى يكون القادم اجمل بفضل الله طبعا، ومزيد من العطاء لكل شيء ماشي غير لينا حنا. اشرف مشيمش، ابن مدينه اسفي، من مواليد 1998. بالنسبه لمسرحيه ميتال سينوفاك اللي مرة الثانيه ليها، النوبه الاولى كانت في مسابقه مسرح محمد الجم، والان في مدينه الفنون. الحمد لله كان حضور قوي ديال الجمهور، والدور ديالي كان عندي جوج الادوار، هو الدور ديال شقيره والدور ديال القاضي. الحمد لله يعني التدريب كانت طويله بزاف، وقدرنا اننا يعني نثبتوا في الشخصيه بزاف،
والحمد لله الجمهور هو اللي كيقرر واش كنا في المستوى ولا ما كناش في المستوى. ونتمناو ان شاء الله كنا عند حسن الظن، وشكرا للاستضافه ديالكم. وهي اي ممثل مسرحي واي ممثل، المهم اي ممثل بصفه عامه، من اللي كيشوف الجمهور كاين اللي كيتموتيفا بالجمهور وكاين اللي كيتستريسا بالجمهور. الحمد لله من اللي كنشوف القاعه عامره كيكون عندي واحد الاحساس انني نعطي اكثر، عكس تكون عندي القاعه خاويه. والحمد لله ما نقدرش نقول لك، حيت انا كنت ممثل، يعني انا دائما كنشوف راسي ما عطيتش واحد الحاجه كبيره بزاف، يعني داك التفاعل يمكن هو يعني كان الاداء زوين ديالنا. والحمد لله يعني ملي وصلنا داك التفاعل يعني راه وصلنا واحد المستوى زوين. جمهور مدينه اسفي راه معروف جمهور ذواق وعشاق، كيستاهل دائما المحسن، وشكرا لهم حيت جاوا اليوم بهاد بالنسبه لي هي كبيره بزاف، وكنحييهم وان شاء الله مازال عروض اخرى. اول حاجه كنشكر الناس اللي جاوا اللي حضروا لهاد المسرحيه، يعني هما بالدعم ديالهم يعني معنويا كيعطوك واحد الطاقه، يعني الطاقه كتقدر تزيدك بالمسرحيه، يعني كتعطيك كتموتيفيك، وكاين اللي كطيحوا، ولكن الحمد لله عطاونا شي حوايج اللي بزاف وخلاونا نزيدوا لقدام. وكنشكر الناس اللي عطاونا هذه الفرصه باش انني نطلع للمسرح، حيت المسرح شي حاجه اللي بالنسبه لي بزاف، حيت النهار كنطلع فوق الخشب شي حوايج اللي كنرتاح فيهم، يعني كنت مقلق ولا شي ولا اي حاجه، ملي كنفو كنطلع للمسرح وكنسمع الهتافات ديال الناس وهادي كنفرح بزاف. وصراحه كنشكر كاع دوك الناس اللي دعمونا، سواء الجمهور سواء الناس ديال مدينه الفنون وناس اسفي بالذات، شكرا لكم بزاف. وكنشكر هشام العقيلي اللي كيعطينا نصائح زوينه بزاف في الكتابه ديال السيناريو والكتابه ديال النكات وبزاف الحوايج. وكنشكر كذلك زكريا انداوي اللي دار الاخراج ديال المسرحيه والكتابه ديالها وكل شيء. هاد الادوار صعيبه، يعني كاين قبل ما نطلع انا مع في هاد الدور تعطات الناس اخرين وما قبلوش بهذا انهم يمثلوا، حيت كيقول لك الاحراج عليهم قدام العائله. ولكن بالنسبه لي انا مسرح، بالنسبه لي انا المسرح ماشي شي احراج. تعطاني دور كلب غادي نلعب دور كلب تتسالي المسرحيه، تعطاني دور خشبه غنبقى خشبه تتسالي المسرحيه. انا كممثل راه بزاف الناس ممثلين كبار وكيعطيهم ادوار تكيولي الانسان اللي كيتفرج فيهم ما كيحملهمش مازال، ولكن كتكون انت اللي ربحتي. كنشكر الناس كاملين اللي حضروا لينا اليوم وتفرجوا فينا، ومازال ان شاء الله مازال من العروض كاينين بزاف ديال المسرحيات غادي يداروا. وشكرا للسي الماكر حتى هو كذلك وكاع الحضور، شكرا مدينه اسفي كامل صراحه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.